بجد يا برنس، احنا في فرق بيننا وبين الكرة في افريقيا، فرق جامد قوي. رغم اللي احنا في اسوأ حالاتنا الكروية، ولكن احنا جامدين قوي، احنا جامدين قوي قوي قوي، واحنا عرفنا مكاننا كويس قوي 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 في افريقيا الصراحة تتقال. رغم اللي احنا مطرود مننا محمد هاني من الدقيقة 27، مش عارف محمد هاني ماله. ايه يا محمد هاني، ايه يا محمد هاني، بتلعب كونج فو ولا ايه يا حبيبي؟ ايه يا ابني الدخلة ديت؟ الفيفا لو شافت الدخلة اللي انت دخلتها على لاعب منتخب الجزائر هيوقفوك مدى الحياة. ايه يا جدع، ايه يا جدع، ايه يا جدع، ده ربنا سترها، ده ربنا سترها. ماشي، ولكن يا برنس، ان منتخب مصر يلعب من الدقيقة 27، من الدقيقة 27 هو مطرود مننا واحد، ولو كمان نلعب بأداء كويس ونهاجم ونكسب، ايه يا عم ده، ايه يا عم ده، نكسب يعني. لسه ما كملش اللي هم تعادلوا، طبعا منتخب الجزائر تعادل في اخر الدقائق في الدقيقه 93، تحس ان احنا بنلعب 90 ده بس، يعني فاهم، بنلعب 90 ده بس. ماشي، ولكن في لعيب كده في منتخب مصر مجنني الصراحه، يا مرموش، يا مرموش، يعني انا مرموش ده ماخدوش معايا حجز خماسي، يعني مرموش ماخدوش معايا حجز خماسي. مرموش الفينش لسه لغاية دلوقتي مرموش ما بيعرفش يفنش، ما بيعرفش، قلتها له 100 مرة وربنا، ولكن ما بيعرفش. بيروح صح، بيروح، ولكن بيشوط في الجون، بيشوط، يشوف الجون فين ويشوط فيه. هاتها كده، هاتها كده، سهلة اهي، سهلة اهي يا مرموش، سهلة. ماشي، مرموش ده يعني حسين الشحات احسن منه الصراحة، يعني انت مش عارف بيلعب في الدوري الالماني ده ازاي، مش عارف الفينش بتاعه، مش عارف يفنش بقى ده في الدوري الالماني ازاي، ولكن مش مشكلة. ولكن نتكلم برضو، نتكلم مين؟ على الشناوي. الشناوي النهارده يا برنس عمل مباراة جامدة جامدة، بومس، مباراة 10 على 10 10 على 10. جت كرة ملعوبة اللي هي جون في ايد الشناوي، في ايد الشناوي، ولكن تحس ان هي دخلت، ايه يا اسطى، يعني حاجه بص تطلعك عن شعورك، ولكن هي عدت من تحت ايد الشناوي. مفيش رقابه لمهاجم منتخب الجزائر ما بين المدافعين، مفيش خالص، طلع ولعبها بدماغه وهو مستريح وحطها يا برنس بند في الارض، الشناوي ما قدرش يتعامل معاها، عدت من تحت ايدي الشناوي يا برنس. ولكن اداء رائع جدا. روي فيكتوريا مدرب ذكي جدا جدا، بص قدر ان هو يعني طرد مننا واحد من الدقيقه 27، فقدر ان هو يلعب لغايه ما جه فاول في نص الملعب. دي يعني اللقطه بتاعت الهدف دي مش يعني هي مش صدفه، لا يا باشا، دي مرسومه لان انك تلعبها على البعيده، فعلي جبر اطول واحد عندك يلعبها لك، يلعبها الناحيه التانيه، فحمدي فتحي يخش لا تكتيك، لا راسم ومخطط وعارف ازاي الفاولات بتتلعب. ماشي، يعني هي مش هبد وخلاص، يعني هي الكوره مش هبد، لا يا باشا، دي ملعوبه ومعروفه ازاي بتلعبها، ازاي ناحيه اليمين، وده يطلع يلعبها بدماغه فده يتحرك، ملعوبه. ماشي، الناس بقى تطلع تقول لك ايه ده، هالراي ومش هالراي، لا، روي فيكتوريا، انا قاعد بتفرج على منتخب مصر، في شخصيه، رغم ان احنا مطرود، ركز معايا، انا كل شويه بقول لك رغم ان احنا مطرود مننا واحد، في شخصيه في الملعب، اللي احنا بنهاجم وبنروح وبنيجي والكلام دوت، واه تعادلنا ومش مشكله، وانا بحب الماتشات ديت. ماتش النهارده تحس ان هو مش ماتش يعني ودي، لا يا باشا، ماتش ودي بطبع رسمي، تحس نهائي امم افريقيا، لا 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 ماتش، والموقف اللي اتحط فيه روي فيكتوريا ده عشان الماتشات اللي جايه صعبه، ان ده يعتبر اخر ماتش ودي هنلعبه بيتهيألي يعني. احنا بس عندنا بقى ماتشات في تصفيات كاس عالم وامم افريقيا، فليله بقى يعني ده اخر ماتش، فالموقف اللي اتحط فيه النهارده روي فيكتوريا ان هو يطرد منه واحد في بدايه المباراه وقدر ان هو يتعامل معاه امام منتخب الجزائر، منتخب من اقوى المنتخبات العربيه والاقوى المنتخبات في افريقيا معاك في القاره، فانت بتتكلم ان موقف حلو، حلو ان نحط روي فيكتوريا في الموقف زي ده وقدر ان هو يتعامل مع الموقف ده. والنني وعمر كمال يا برنس الاثنين عملوا مباراه كبيره النهارده، ان حرفيا عمل مباراه كبيره جدا النهارده. وزيزو، تخيل بقى لو زيزو بقى كان موجود بقى ومحمد هاني ومن غير ما تتر، لا كان الماتش هيطلع بشكل تاني يعني. ولكن يعني هارد لك لاخواتي وهارد لك لينا طبعا، عشان كان نفسي نكسب، واخواتنا الجزائريين برده كان نفسهم يكسب، ولكن كان ماتش حلو جدا جدا. يلا سلام.